المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. أيها الرجال وإخوتنا بني جنس إبراهيم والذين بينكم يتقون الله، إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص، لأن الساكنين في أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا، وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها إذ حكموا عليه، ولما لم يجدوا فيه علة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله، ولما أكملوا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، وهذا ظهر أياماً كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم. هؤلاء الذين هم الآن شهود له عند كل الشعب، ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، هذا قد أكمله الله لأبنائهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوباً أيضاً في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. اليوم التاسع والعشرون من شهر كيهك المبارك أحسن الرب انقضاءه، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والذلات من قبل مراحم ربنا وإلهنا ومخلصنا الفادي يسوع المسيح. في مثل هذا اليوم من سنة 5501 للعالم، بحسب تقليد كنيستنا القبطية الأرثوذكسية
وسنة 42 لملك أغسطس قيصر ولد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح بالجسد من العذراء البتول القديسة مريم. وذلك أن الإرادة الإلهية سبقت فجعلت أغسطس قيصر يصدر أمره بإحصاء المسكونة، فصعد القديس يوسف من الناصرة ومعه العذراء مريم إلى بيت لحم ليكتتب هناك، لأنه من سبط يهوذا ومن نسل داود ومن بيت لحم. ولما وصل إلى هناك كملت أيام القديسة مريم لتلد، فولدت مخلص العالم، ولفته بأقمطة ووضعته في مزود حيث لم يجد بيتا. وكان في تلك القرى رعاة ساهرين على حراسة رعيتهم، فأشرق عليهم نور من السماء وظهر لهم ملاك الرب قائلا: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضطجعا في المزود. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل. ففي هذا اليوم كملت نبوات الأنبياء عن ميلاد الرب من بتول عذراء، فقد قال إشعياء النبي: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، كما قال دانيال النبي: كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان آتيا وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي لا يزول، وملكوته لا ينقرض. وقال إرميا النبي: ها تأتي أيام يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا. وهذا هو الذي يدعونه به الرب برنا. فيجب علينا الآن أن نتوجه بعقولنا نحو مزود بيت لحم،
متأملين في سر الإله المتجسد وولادته في مزود لأجل خلاصنا، عالمين أنه بهذا يعلمنا احتقار أباطيل العالم ويحثنا على الاتضاع ومحبة القريب والسعي في الخير، وأن نعيش بالفضيلة والتقوى المسيحية عارفين مقدار الكرامة العظيمة التي صارت لنا بميلاد مخلص العالم، مقتدين بمخلصنا الصالح ضارعين إلى الله أن يترأف علينا ويغفر لنا خطايانا ويبارك اجتماعنا ويحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الطوباوي رئيس الأساقفة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفخامة الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي، ويديم لنا رئاسته سنين كثيرة متمتعين بسلام الكنيسة وسلام بلدنا ونجاح الشعب في الفضيلة، وأن يعيد علينا أمثال هذا العيد السعيد ونحن مشمولين بعناية ربنا الذي تجسد لأجل خلاصنا، له المجد في كنيسته إلى الأبد. آمين.